اليوم يا شباب نتكلم شيء للأهمية ورخيص ومتوفر عند كل أحد. غبارة تأخذها تحط فيها رمل، إن كان رمل أحمر أو رمل أبيض كل أبوها سوا. وإذا مثلا إمكانيتك إنك تحط رمل أحمر ورمل أبيض أفضل. إذا ما عندك إلا رمل واحد يكفي أو تراب، وتحط معه ملح الطعام. شوف ملح الطعام. طبعا الكثير يعرف أن الأعلاف اللي عندنا متواجدة لا يوجد فيهن أما أملاح وما أملاح، وعلى ذلك أنا شو اسمه الكيس 50 كيلو اللي يجيك 40 كيلو، الكيس هذا المشكل أخلط معه كيس واحد ملح، الكيس أبو 3 ريال، لأن الطيور محتاجة إلى أملاح. الأملاح تساعدهم في التفريخ وتساعدهم في شو اسمه إذا جاء عنده مثلا التهاب معوي أو جاء عنده أي مشكلة أو التهاب أو في الحويصلة شو اسمه متجبر عنده زي الكنكر وكذا، في البداية على طول هو يروح يأكل منه علشان هذا ينظفها له. وفيه أملاح في التراب وفيه حديد وفيه كالسيوم، يعني التراب غني بالعناصر والكل يعرف هذه، ولكن بس إني إيش حبيت إني أوضحها لكم بمقطع. طبعا مو بعد الحمام الحالة، حتى على الدجاج بعد سويتها نفس الحركة، لأنك أصلا أنت الحين إذا جيت تفقس دجاج رومي أو أي دجاج يقولك البيطري يحط شوية رمل في البداية، خله عشان يخشن الحويصلة عنده. هذا مقطعنا اليوم. وفي شيء ثاني بذكركم إياه، تاخذ عندك خبز، اي خبز، خبز يابس من عندك في البيت، وتخمره في مويه وتعصر عليه الثوم عشان يقتل البكتيريا وينشطهم ويقوي مناعتهم في دخلة الشتاء هذه. وهنا نفس الكلام، هذا هو سطل وحطيت فيه شويه تراب وملح، طبعا مخرم من هنا بحيث ان الدجاج ما ينثره على البلاط، لانك لو حطيتها في غباره بينثره الدجاج. على ذلك حطيت ان الدجاج ايش يدخل راسه وياكل بحيث انه ما يحفر فيه، لان التحفير ما يصرف. اذا بغى ينظف نفسه عن الحشرات او كذا انا ابخه بالمبيد الظهر. وتقريبا هو الدجاج والحمام نفس الشيء ونفس التعليف ونفس كل شيء. طبعا الدجاج مهاراته، وهذيك عشة الحمام اللي وراء مغطيها كاملة، ما في إلا الباب بس شبك، الباقي كله مغطيها على الباب.